نكمل معاكم رصد باقة أخبارنا ونروح للمبادرة المجتمعية الخاصة بينا واللي أشاد بيها العالم كله، وزي ما لسه بقول لحضراتكم إنه إحنا أهم حاجة إن إحنا ما وقفناش، ورعاية الدولة للفئات الأولى بالرعاية ما كانتش من امبارح وما كانتش وقت الأزمات، لا دي ابتدت من فترة طويلة جدا وقت وصول سيادة الرئيس سدة الحكم الاهتمام ببناء الإنسان المصري على كافة الأوجه. بنشوف المبادرات الصحية، بنشوف الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، بنشوف فكرة التحول اللي اتعمل في العشوائيات وقد إيه النقلة النوعية في حياة ناس كتيرة جدا، ولسه مكملين الحمد لله على الطريق. مبادرة حياة كريمة دايما لما باجي أتوقف عندها بقول دي قصة نجاح، و ما فيش يوم بصراحة أنا بفتح أشوف فيه أخبار عن حياة كريمة إلا وبلاقي شمس جديدة بتطل علينا، شمس جديدة للناس اللي هي بتستفيد من هذه المبادرة. ممكن حضرتك ما تكونش مستفيد بشكل أو بآخر من المبادرة، لكن لما يكون يعني متوسط الناس اللي مستفيدة فيها أو حجم الناس اللي مستفيدة منها 60 مليون مصري، ده معناه أنه أكتر من نص الشعب مستفيد من هذه المبادرة. وعشان كده احنا دايما بنطل وبنحاول ان احنا نشوف ايه الجديد اللي عند حياه كريمه. عندي النهارده من مبادره حياه كريمه خبر مهم قوي. مبادره حياه كريمه بتقدم 55 الف خدمه تعليميه في المحافظات. لما جيت اشوف تفاصيل الخبر بصراحه انه لقيت اعفاء 12 فئه من مصروفات المدارس، وعشان كده حبيت ان انا اعرف مين هي الفئات المشموله بهذه المبادرة. معانا للتفاصيل أستاذة أمنية صلاح، عضو قطاع التعليم بمؤسسة حياة كريمة. أستاذة أمنية صلاح صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا أهلا وسهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك، وبداية كده مين المستهدف أو إيه حجم المستهدف من هذه المبادرة؟ إحنا مبدئيا في ضوء الدور المجتمعي للمؤسسة مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة لدعم أبناء الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية بالدعم. دعمهم هيكون من خلال العملية التعليمية، بما إن التعليم هو ركن أساسي طبعا في المشروع القومي لتطوير مصر والجمهورية الجديدة. إحنا الخدمات بتاعتنا هنقدمها في المبادرة، مبادرة راجعين نتعلم، هتتقدم ل 40 ألف طالب في 25 محافظة على مستوى الجمهورية. زي ما حضرتك ذكرتي 55 ألف خدمة تعليمية لل 40 ألف طالب. الخدمات التعليمية بتاعتنا دي هتكون في صورة سداد للمصروفات المدرسية ليهم، وهتكون في صورة توزيع للمستلزمات المدرسية، يعني شنطة مدرسة جديدة فيها أدوات دراسية جديدة ليهم عشان يبدأوا العام الدراسي وهم حابين يروحوا المدرسة طبعا بعد الفترة الطويلة بتاعت كورونا واللي قطعت التعليم الفترة اللي فاتت. الحضور دلوقتي بقى إلزامي. بالظبط السنة الجاية، عشان كده احنا كنا مهتمين جدا ان احنا يبقوا داخلين المدرسة وهم مصروفاتهم مدفوعة وكمان معاهم شنطة جديدة فيها المستلزمات الخاصة بيهم. على جانب آخر كمان الفترة الجاية هنوفر لهم خدمات توعوية وهنعمل على تطوير مهاراتهم، يعني مثلا هيكون في تطوير مهارات التعليم الرقمي الخاصة بيهم لدعمهم في العملية التعليمية. اختيار الطلبة بتوعنا زي ما حضرتك ذكرتي احنا اختيارهم كان بيتم على طريق منهجية او في ضوء مجموعة من الشروط علشان نتأكد ان احنا مستهدفين الفئات فعلا الاكثر احتياجا. اول شرط ان هم يكونوا خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات. احنا الدولة اوريدي كل سنة بتدعم عدد كبير من فئات المجتمع من خلال اعفائهم من سداد المصروفات، بينزل بقرارات رسمية بتوصل ل 12 فئه زي ما حضرتك ذكرتي، يعني زي ابناء شهداء الثوره، ابناء شهداء ومصابي العمليات الحربيه، كمان ذوي الاحتياجات الخاصه، المراه المعيله، ابناء المفرج عنهم حاليا. دول المشمولين بالاعفاء. دول المشمولين رسميا من الاعفاء من الدوله، كده ولا كده كل سنه بيتم اعفائهم اصلا المصروفات. حلو جدا. احنا رصدنا بقى ان في فئات ثانيه خارج الفئات دي محتاجه مننا دعم في سداد المصروفات والمستلزمات المدرسيه. علشان كده احنا استهدفنا الاسر ذات الدخل المنخفض، يعني احنا بنتكلم على الناس العماله اليوميه، بنتكلم مثلا على السيدات مهبوط العائل او السيدات اللي لم يحصلن على وثيقه طلاقهن وثيقه الطلاق، وبالتالي هي لغايه دلوقتي ممكن ما تقدرش ان هي تستفيد بشكل كامل بالخدمات اللي بتوفرها الدوله او الدعم اللي بتوفره لها الدوله. احنا هندعم ابنائهم في التعليم زي ما قلت لحضرتك، هنوفر لهم مصروفات هندفع المصروفات المدرسيه وهنوفر لهم شنطه المدرسه او المستلزمات المدرسيه بتاعتهم. طيب بصفه حضرتك يعني يا استاذه امنيه كعضو قطاع التعليم بمؤسسه حياه كريمه وعلى هامش الخدمات التعليميه اللي بتقدمها المبادره، اذا كانت نشر الوعي، الثقافه، التعليم، كل التسهيلات اللي بتتعمل، ايه المبادرات الاخرى؟ انا يعني بتابع بعض المبادرات، في مبادرات خاصه بمحو الاميه، في مبادرات خاصه بالوعي مثلا بنتغير للافضل، فعايزه برضو اطلع منك على بعض او المبادرات الاخرى اللي بتقدموها في هذا السياق.
احنا المؤسسه متقسمه اكتر من قطاعات، من قطاع متقسم اكتر من اداره، كل اداره مختصه بمجموعه مبادرات عشان نقدر نحقق المستهدف بتاعنا بشكل منهجي وناجح، نقدر نوصل للتقدم بتاعتنا. وزي ما حضرتك ذكرتي عندنا مبادرات كانت شغاله الفتره اللي فاتت زي انت الحياه، مبادرات توعويه ليهم تخصهم في المدارس وتخصهم مستوى مثلا الكره فيما يخص البيئه واستخدامها والثقافه الرقميه. وكمان كان في مبادرات الفتره اللي فاتت كمان على دعم المراه والمساواه بين الاثنين والمفاهيم الشبيهه بكده. بس خليني اخدك تاني المبادره بتاعتنا، احنا بدانا فعلا ننفذها فيما يخص التعليم، لان حضرتك عارفه التعليم هو البدايه لاي حاجه تاني عشان تطوير الانسان. احنا بدانا فعلا تنفيذ من خلال فريق الرصد بتاعنا في المؤسسه على الارض، جمعنا البيانات للفئات المستهدفه وراجعناها، وبدانا التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم مره ثانيه علشان يتم المراجعه البيانات مره ثانيه ودفع المخصصات ليهم عشان نكون متاكدين ان دي الفئات فعلا اللي احنا مستهدفينها والمستحقه فعلا بالرعايه لينا. وبدانا توزيع المستلزمات، توزيع المستلزمات المدرسيه من يوم 21 سبتمبر. احنا 25 محافظه متقسمين على 3 مراحل، ان شاء الله من يوم 21 لغايه يوم 30 سبتمبر هنوزع خلالهم المستلزمات المدرسيه عليهم. مجهودات مشكوره، وانا بشكرك شكرا جزيلا، ومحتاجين بقى يعني نستعرض الموضوع ده في حلقات اخرى معاكي. امنيه صلاح، عضو قطاع التعليم بمؤسسه حياه كريمه، بشكرك شكرا جزيلا استاذه امنيه على هذه المعلومات.